التحدي المثير وفي هذا الانطلاق الراية صدارة هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع الطيارة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم ومتابعة السعيد بن عبيد الحميري من يعلن انطلاق الطيارة اللي باعدت المسافة منذ البداية وانطلقت بناموس هذا الشوط تليها مع المركز الثاني أرى التحديات في هذه اللحظات والتسلل مع بحور لسمو الشيخ أحمد بن محمد بر بحور من تتسلل في هذه اللحظات مع المركز الثاني القادمة أيضا من السلطنة بشعار هجن البشاير وانطلاقة عبيد بن محمد الوهيبي من ينطلق مع المركز الثاني بهذا الأداء المثير. نتابع المركز الثالث والشعار معالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد يتقدم أيضا مع انطلاقة أمجاد مختار بن أحمد في عملية التضمير والتدريب. ومع المركز الرابع أرهني طرب لسمو الشيخ خالد بن حمدان بن راشد النعيم سعيد بن فايل الزرعي من يتابع انطلاق الطرب على مستوى المركز الرابع الدور المركز الخامس. وأرى التحديات القادمة من شأن لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن رايد المكتوم محمد بن يمعب الدبيلة يتابع تقدم شأن على مستوى المركز الخامس سادس الانطلاق. أرهني الشكلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان براد المكتوم السعيد بن عبيد الحميري يعلن هذا الانطلاق. ومع المركز السابع وصلت حيلة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري متابعا لتقدم حيلة مع المركز السابع وثامن الانطلاقات. ومع المركز التاسع أرهني الشاهينية الأخرى الثنتين بشعار هجن العاصفة وانطلاقة غياث الهلالي. بينما اذا انطلقنا مع المركز العاشر بأرى الشاهينية بشعار هجن ند الشبه سالم بن سعيد من يقودها بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الجميل. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة. ولكن لنعود مع الصدارة نتابع بداية هذا الشوط. نتابع المقدمة وأرى الطيارة على رأس الحربة على ميمنة الميدان تقود هذه الجموع تنطلق بالصدارة منذ البداية بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان براد المكتوم ومتابعة السعيد بن عبيد الحميري. أمجاد تتسلل مع المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن أحمد في عملية التضمير والتدريب. ولكن أرى هني طرب بدأت تتسلل تشق طريقها إلى مقدمة هذا الشوط بشعار سمو الشيخ خالد بن حمدان بن راشد النعيمي ومتابعة السعيد بن فايل الزرعي. ومع المركز الرابع شعار هجن البشاير يتقدم أيضا مع انطلاقة بحور عبيد بن محمد الوهيبي من يقدم أيضا هذا الانطلاق المثير. والقادمة من السلطنة بشعار صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد أيضا في هذا التحدي الجميل وبقيادة عبيد بن محمد الوهيبي متابعا لهذا الانطلاق المثير. ومع المركز الخامس وصلت الشكلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يعلن انطلاق الشكلة مع المركز الخامس سادس التحديات. نتابع شان لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم محمد بن يمعب الدبيلة يقدم أيضا تحديات شان في هذا الأداء المتميز. ولكن القدوم مشاهدينا متابعينا الكروم. ولكن أرى التسلل مع المركز السادس. نتابع الشاهينية بشعار هجن العاصفة ومتابعة وانطلاقة غياث الهلالي من يقدم أيضا تحديات شأن. ولكن أرى الاستراقات والتحديات مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن لنعود مع الصدارة مع بداية هذا الشوط.
الشوط والتغيير، التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة بحور، بدأت تسبح أيضا في بحور الناموس والتحديات والإثارة في هذا الانطلاق المثير بشعار هجن البشاير. عبيد بن محمد الوهيبي من يعلن انطلاقة بحور، من سارت بناموس هذا الشوط ومع المركز الثاني. المركز الثاني أرهني أمجاد لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد مختار بن أحمد في عملية التضمير والتدريب، ومع المركز الثالث طرب لسمو الشيخ خالد بن حمدان بن راشد النعيمي سعيد بن فايل الزرعي يتابع تقدم طرب. مع المركز الثالث المركز الرابع وصلت الشاهينية، وصلت الشاهينية مع المركز الرابع بشعار هجن العاصمة وانطلاقة أيضا غياث الهلالي. من يتابع الشاهينية مع المركز الثالث، ولكن موعد الإعلان 1200 ما تبقى عن خط النهاية. بحور وطرب وأمجاد اللحظات المثيرة في انطلاقات هذا الشوط، ولكن نتابع الصدارة بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير. طرب 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 ترقص طرب على المقدمة، قادت المجموعة طرب بشعار سمو الشيخ خالد بن حمدان بن راشد النعيمي متابعا منطلقا بتحديات طرب. سعيد بن فايل الزرعي من يقدم طرب اللي انطلقت بالصدارة، ولكن بحور مع المركز الثاني شعار هجن البشاير القادمة من السلطنة وانطلاقة عبيد بن محمد الوهيبي، ولكن انطلق الطرب بدأت تباعد رقصت في اللحظات الأخيرة وشعار سمو الشيخ خالد بن حمدان بن راشد النعيمي سعيد بن فايل الزرعي يقدم تحديات طرب. باعدت المسافة رقصت طرب بتحدياتها ناموس هذا الشوط واللحظات، اللحظات الأخيرة بدون أي منافس بدون أي منازع. تهانينا من الأعماق لسمو الشيخ خالد بن حمدان بن راشد النعيمي سعيد بن فايل الزرعي. من يقدم تحديات طرب سلوب سلام إمارة عجمان بهذا الانطلاق المثير والرائع اللي تقدمه طرب، وسلام نزوة أيضا مع هذه التحديات الجميلة والرائعة ولحظات وصول طرب. تهانينا لسمو الشيخ خالد بن حمدان بن راشد النعيمي، تهانينا أيضا المضمر سعيد بن فايل الزرعي، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني بدون أي منافس طرب تصل إلى خط النهاية. اللي وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام تاتي بحور بشعار هجن البشاير، المركز الثالث أمجاد لمعالي الشيخ محمد بن بطيان حامد، المركز الرابع هذه لحظات وصول المركز الرابع. المركز الرابع الشاهينية بشعار هجن العاصفة، المركز الخامس أيضا الشاهينية بشعار هجن العاصفة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، لنا عودة مع التوقيت الزمني 9:26 جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ خالد بن حمدان بن راشد النعيمي، تهانينا للمضمر سعيد بن فايل الزرعي، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني 9:17 ثمان أجزاء من الثانية هو توقيت ضرب والتوقيت الأفضل والأجمل في هذا المساء، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني 9:29 بالوفاء والتمام. هذه لحظات وصول بحور بشعار هجن البشاير القادمة من السلطنة وانطلاقة عبيد بن محمد الوهيبي، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث هذه لحظات وصول أمجاد 9:30 بالوفاء والتمام. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطيان الحامد، والتهاني للمضمر مختار بن أحمد، تهانينا للجميع والناموس. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، نجدد لكم تحية مسائية جميلة في انطلاقة أشواط مساء هذا اليوم. وشوطنا هنا المنطلق هو الشوط الخامس في مجموعة الأشواط، وشوطنا الخامس الخاص هنا أيضا بالثنايا القعدان المهجن المحليات الأصلية.